خرجوا شوية تصاور وتصاور عملوا ضجة كبيرة على الانترنت. معناتها جودة ناجح تولي اسمها يدور والأخبار خرجت على كل لون يا كريمة. هذيك راجلي ربي إن شاء الله يفضله لي، أنا أقول له مولى بيتي. قبل ما نخرج وقد قد قال لي بربي جودة نعمل تصويرة للذكرى. هو بيدو ما كانش ناوي باش يمشي، هو بيدو ربي كتبها له في 24 ساعة. معناه ربي سبحانه وقت اللي يكتب العبد باسبور، باسبور ما عندوش هو في لون درا قداش ليه، في نهارين تطلع له الباسبور. وقت اللي ربي يكتب العبد راهو يكتب له. فرح قال لي خل نصور انا وياك. تصورت انا وياه والتليفون وك اللي يعدي ديريكت. معناه تعديت في عندي كونت اسمه فنون، فرقة فنون اللي هي الفرقة نتاعي، معناها فرقة نسائية للموسيقى. تعديت في فرقة فنون، ندرى شكون ولد حليل خذاها وبدا يعطي فيها وبدا كل واحد يقول اللي يحب. مدام جودة تو انا نفهم شوية في وسائل التواصل الاجتماعي، التصويرة تصورها باش تهبطها على فيسبوك يلزمك ما يقول لك فيسبوك تحب تقبلها تقول له ايه، يقول لك تحب تهبطها تقول له ايه، تعملها كومنتير تقول له ايه وتهبط. معناتها زوجك هبطها في فنون. معناها هو هبطها في فنون. ايه هو هبطها في فنون. يعطيه الصحة. ايه فهمت ليه معناها خاطر ما كنتش فاهم انا والله لا نعرف لا نعرف لا نهبط. هو لا هبطها في فنون. ايه هبطها. وفما واحد اخر لقاها في فنون. فرح. فرح. راجلي فرح اللي احنا ماشيين لعمرة. وشكون ما يفرحش اللي يمشي لعمرة بجاه ربي. المشكلة قالوا انك تحجبتي. قالوا قبل حاجات اخرين عاد سنه عام 2013 قالوا ملحدة والشيطان من عبادة الشيطان. تجاوزتها وقت اللي صوروك وانت بالكتاب القرآن وقتها؟ كيفاش كيفاش؟ وقتها احنا متعديين ما نجموش نتعداو، فما بارد ومعبية بالعباد. هبطت انا وراجلي وانا معناها حمد من عند ربي كل رمضان نختم القرآن. واللي يختموا الكل يعرفوا اللي تبدا ديما عندك القران باش تقرا اكثر ما يمكن باش في ساعه ما تكملوا قبل ما يدركك ليله 27 ولا فهمت تكون معناها ختمت القران نتاعك فهمت. كيف احنا هابطين وفما واحد يبيع في الدرابواتونس قلت بجاه ربي راجل قلت اشري لي الدرابواتونس. فانا نعرف اللي باش تصور معايا باش نهز علم تونس. ده وعندي القرآن متاعي عملت هكاية القرآن اللي هو أول حاجة ربي ومن بعد الوطن البلاد. أنا بالنسبة لي أنا هكاك الكلاسمون معناها فهمتني. دونك هزيت القرآن وهزيت العلم وصوروني. دونك برشا ناس خاطر هذيا صيحة عامة في الببليك معناها ناس برشا صوروني هكاو. بعد ما نفوت كان قالوا جودة شوف تصويرة جودة. لا قلت لهم لا ما ريش شنية الحكاية. ياخذوا كتاب قد قد في كبر متاع القرآن توا اللي يتفرجوا فيه يفهموا فوتوشوب ودرا شنو راهو. ياخذوا قد قد فرد كبر متاع المصحف اللي كنت انا عندي في يدي. مصحف صغير هو متاع اللي باش يتهز مش مصحف تاع دارك اللي نحطه على كل واحد. هذاك معناها باش نقرا عليه خاتي هك صغير. لقاو كتاب قد وقد قد وكتاب نتاع شيطان ولا يعبدوا الشيطان شنو وش يعملوا باش تعرف الخبث نتاع 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 بعض الناس والله يسامحهم. والله حتى ما عندي حتى ذغينة عليهم. اش عملوا الله يسامحهم. خذوا كتاب قد 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 القرآن وعملوا صوروه فوق العلم وصوروا تصويره اللي انا بالقرآن وبالعلم وقالوا شو اغزر لها هذه التصويرة الحقيقية راهي اللي هي كتاب أكحل نتاع عبادة الشيطان خاطر هي راهي تعبد في الشيطان خاطر أنا كوميونيست. زعما أنا كوميونيست أنا السياسة ما عنديش فيها لا من لا كوميونيست لا دروات لا غوش لا حتى شيء. والله السياسة فريمون معناها جو مانتيريس با. وجاتك تهديدات وقتها معناتها نتذكر. ألوغ يا دونك هذاك وقالوا وهاو التصويرة الأخرى عملتها زعما قرآن اما هي راهو هذه الاصلانيه. وجاو تهديدات يا اخي قلت لهم العمر واحد وانا نعرف روحي معناها ونعرف ايماني بربي اللي هو معناها كبير برشا. انا عملت اكسيدون
قلبي وقف ثلاثة دقائق وعاود مشى. دونك ربي يحب يخليني باش نفرح بوليداتي ونعرس لهم ونشوف اولادهم. قلبك وقف ثلاثة دقائق؟ فاي ثلاثة دقائق. وقتاش هذا؟ اكسيدون، عملت اكسيدون، هزوني عملت تروماتيزم كرانيا، فراكتور ماكسيلو فاسيال وفراكتور دو لانش. هذا الكل مثال نجم نستوعبه، اما قلبك سكت ثلاثة دقائق؟ والله سكت ثلاثة دقائق. طبيب معني الطبيب يحكي معايا، ما نفهمش علاش الطبيب باش يقول لي حاجات معني ما مش. سكت قلبك ثلاثة دقائق؟ ثلاثة دقائق وعاود مشى. العمر مازال هادي، العمر بابا مازال. ربي يعطيك طول العمر. خلينا نرجع للحجاب. لبست الحجاب، غزرت روحك في المراية بالحجاب، ومن بعد غزرت روحك بالحجاب في بيت ربي. أنا دي أنا ليه؟ أنا هذيك طول مشيت بها المطار تاع الحجيج. إيه؟ يا أخي فما واحد يعمل عمرة وهو لابس بونتاكو جوب ولا لابس تعرفت في سيخة. فما واحد يمشي كيما يصلي، فما واحد يدخل الجامع وهي مش مغطي راسه. انا نصلي في الجامع راني، انا نصلي من عمري 8 سنين. اما قالوا اللي داخل اللي قالوا دخلت ان شاء الله، ان شاء الله ربي هما يكتب لهم ان شاء الله حسنات ان شاء الله نتاع اللي انا صليته. معناها عمري كامل، انا عمري كامل نصلي، انا عمري كامل مراه تقيه. قالوا لبست الحجاب الى باش تبقى به بالحجاب. امورهم يقولوا شي يحب واش عندي فيه. هكا كيما ما قالوش نقاب صافا. شنو معنى وعلاش تحبني؟ علاش انا مانيش مقتنعه بالحجاب. انا هذه الحكايه كوش ليها 30 سنه في الجامع نتاع ريانا. صلينا الجمعه، صلى الامام صلى بينا الجمعه، قربت لي بنيه وقتها في طنبك كل قربت لي قالت لي مدام انت اخت. قلت لأخت شكون؟ أخت سهام ورفيقة. أكا شكون أخت شكون؟ قالت لي ليه معنى أنت وليت أخت؟ قلت لها شنو أخت؟ كيما ما سوغ. أنا هنا فقيت عند بابا صارت ليه؟ قلت لها لا أخت لا خو أختي ليه لله. أنا هاني توا في باب الجامع نحي، أما في الجامع لازمني نبدا عاملة فرارة. و تقول مماتي يرحمها تقريطة، لازم نحط التقريطة. كيفاش تصلي؟ كيفاش تصلي راسه عريانة؟ أنا عملت فرقة فنون للنساء المحجبات هذوكا. زين انا باش نقول الرئيس المخلوع ينحيلهم يقلع لهم الفلاره وساعات يوجعهم خاطرش مشدوده في شعرهم ويهزهم البوست يصحوا. يا اخي قلت انا علاش؟ يا اخي هذوكا ما عندهمش ولا حتى عروسه لابسه هكاكا تحب تنحي نهار عرسها، تحب تقد شعرها. والنساء زاد كلهم اللي لابسين مغطين روسهم الكل يحبوا يعريوا روسهم ويحبوا. عملت فرقه فنون عندي اكثر من 23 سنه. هاني جاي اكثر 25 سنه كل شوي. هاني جاي لجودة فرقه فنون. وي. اما جاوبني على السؤال، هل فعلا وقت مشيت عملت عمرة أعلنت اعتزالك للفن؟ وي فين اعتزال وهو عليه؟ يا أخي هو الفن عيب بالك قلت حي معناه لو كان كيكا ما عملتوش من الأول. يا أخي الكلام هذا أول مرة تسمعه ماك سمعته؟ ما سمعتوش بالكل. ما قالوش أن اعتزلت جودة ناجح؟ شكون اللي قال؟ هاو نقرا في وسائل التواصل الاجتماعي بعد ما هبطت التصويره نتاع وانت ماشي للعمر. هبطت مع التصويره هذيك. يا اخي انا قلت بجاه ربي الساعه اعتزلت الغناء. انا عمري ما كنت لا ام كلثوم لا عليا يرحمها لا سيده نعمه ربي يطول في نفسها. انا عمري ما كنت نغني، انا مديره فرقه، انا عندي فرقه عازفه. اول فرقه عازفة داكورد وحدي مديرة فرقة معناها خاصة عازفة داكورد وعازفة إيقاع. وعندي بطاقة احتراف الإيقاع. لما صدق نكلمك قلت لهم عمركم شريتوا واحد يمشي؟ ضحكت عليهم قلت عمركم شريتوا واحد يمشي يعمل عمرة بمايو؟ شنو الريق ولا اعتزلت ولا حد شيء، مشيت عملت عمرة أكاهو وروحت وهاني بحذيك. وارد إنه نهار تعتزل؟ ليه؟ ليش التمثيل ولا الغناء؟ كل شيء، الفن. الفن انا عندي عايش مع روحي، ونحب برشا الغناء، ونحب برشا الشطيح، ونحب برشا ليه ما فماش هذه هدره ماهيش وارده.